بعد لقائه مع رئيس الجمهورية أمس، اجتمع اليوم وفد الصندوق أبوظبي للتنمية الذي يترأسه السيد عادل عبدالله الحسيني، اجتمعوا ببعض من الوزراء للتطرق إلى المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل الصندوق التي خصص لها 150 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 84 مليار من الفرنكات الأفريقية، في الطاولة المستديرة التي استضافتها مدينة أبوظبي مؤخرا. خزينة جبري. في إطار توقيت العلاقات بين البلاد ودولة الإمارات العربية المتحدة، جاء وفد صندوق أبوظبي للتنمية بقيادة مدير العمليات عادل عبدالله الحسين، وذلك لعجل التشاور مع السلطات التشادية والعمل على تنسيق الجهود في مجال ترقية الخدمات التي تهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية والتنموية في البلاد. هذا وقد جلس الوفد مع السلطات التشادية في جلسة عمل لعجل إعداد الخطط ووضع استراتيجيات لمجالات التعاون بين البلاد وصندوق أبوظبي للتنمية. هذا وبعد انتهاء من اللقاء، أوضح رئيس الوفد أن أهم اللقاء. طبعا نحن اليوم في ختام اجتماعاتنا أمس واليوم مع الجهات المعنية في حكومة تشاد، وقعنا على محضر الاجتماعات الخاصة اللي هو يحدد إن شاء الله المراحل المقبلة بتعاوننا مع الجهات المعنية، خاصة فيما يخص تقديم المشروعات المكتملة لصندوق أبوظبي للتنمية لدراستها والنظر في إمكانية المساهمة في تمويلها من خلال تعهدات دولة الإمارات لحكومة تشاد اللي كانت في شهر نوفمبر في باريس. يذكر أن التعاون سيعزز مجال دعم القطاع الاقتصادي وتوظيف القدرات المحلية، وكذا المجالات السياسية التي وضعتها الحكومة. دشن مساء أمس السفير المصري لدى البلاد سعادة أدهم محمد نجيب والأمين العام لوزارة التجارة والصناعة طاهر أدم مرني المعرض التجاري المصري بأنجمينة. كان ذلك بحضور السفير الإماراتي لدى تشاد سعادة محمد علي الشامسي ورئيس غرفة التجارة والصناعة. هذه المناسبة كانت بقصر الخامس عشر من أحمد ياسين عبد الرحمن. إن العلاقات التشادية المصرية كل يوم في تطور وتشهد تقدما في مختلف المجالات، وخاصة التبادل التجاري والاقتصادي، وهذا المعرض المصري للمنتجات خير شاهد على هذه العلاقات بحسب إفادة السفير المصري لدى البلاد. وبعد الافتتاح الرسمي للمعرض المصري للمنتجات، فقد عبر الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة طاهر آدم مرني عن سعادته، مشيدا بتطور العلاقات المصرية التشادية وتوحد الرؤى حول دفع عجلة التنمية إلى الأمام لصالح الشعبين، وأن القيادتين التشادية والمصرية دائما وأبدا في كل المناسبات والمحافل يشيدون بتميز العلاقات ويوجهون المسؤولين إلى المزيد من التعاون، وخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية. وعلى هامش المعرض قطعت قوالب الحلوى التي تحمل علم البلدين تشاد ومصر، مما يوحي بتميز العلاقات التشادية المصرية.